نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، وفيها قمة تركية روسية في سان بيترسبورغ، وبوتين يعتبرها مؤشرا على رغبة البلدين في إعادة العلاقات الثنائية. القضاء العراقي بريء الجبوري من تهم فساد بالمؤسسة العسكرية ويقرر إغلاق الدعوى لعدم كفاية الأدلة. قتلى وجرحى في قصف روسي على أحياء بحلب، والمعارضة تصد هجوما للنظام على تلة المحروقات جنوبي المدينة. أهلا بكم. وتعد زيارة أردوغان إلى روسيا أول زيارة خارجية له بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وتهدف إلى إعادة الدفء إلى العلاقات مع موسكو بعد توترها أواخر العام الماضي على خلفية إسقاط الطائرة الروسية فوق الحدود السورية. ويرافق أردوغان في زيارته كل من نائب رئيس الوزراء محمد شمشك ووزراء الخارجية والثقافة والسياحة والاقتصاد والزراعة والطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات وأيضا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية. إلى الملف العراقي الآن، حيث قرر القضاء العراقي تبرئة رئيس البرلمان سليم الجبوري من التهم الموجهة إليه من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي بشأن ملفات فساد في المؤسسة العسكرية وإغلاق الدعوى المرفوعة ضده لعدم كفاية الأدلة. وقد تنازل الجبوري عن رئاسة البرلمان لنائبه في جلسة طلب فيها رفع الحصانة عن نفسه لاستكمال التحقيقات بشأن تهم الفساد التي وجهها له وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الأسبوع الماضي. ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة فقط في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب، ولما كان رفع الحصانة هو من حق المجلس، فإني أتقدم طوعيا إلى مجلسكم الموقر برفع الحصانة عني وفق المادة 63 ثانيا باء من الدستور والمادة 20 ثانيا من النظام الداخلي. ومعنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، المزيد من التفاصيل عن رفع الحصانة عن جبوري، وكيف يتفاعل الشارع العراقي مع هذه القضية؟ نعم جمال، رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تقدم طواعية بطلب رفع الحصانة عنه أمام مجلس النواب العراقي، وبالتالي ووفقا للمادة 63 تم التصويت ب 237 نائبا عفوا على هذا الطلب الرسمي، بالإضافة إلى طلبين آخرين للنائب محمد الكربولي والنائب طالب المعماري، والنواب الثلاثة وبضمنهم رئيس البرلمان ينتمون لتحالف القوى العراقية الممثل السياسي للعرب السنة في البرلمان وفي الحكومة العراقية. وبالتالي لم ينتظر الجبوري سوى دقائق معدودة بعد التصويت ليذهب مباشرة إلى الهيئة التحقيقية الخاصة المكلفة بمتابعة الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لرئيس البرلمان. وبعد أقل من 3 ساعات أعلنت الهيئة التحقيقية وعبر مجلس القضاء الأعلى بأن الجبوري بريء مما أوكل أو مما وجه إليه من تهم، وبأن الأدلة التي قدمها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وهي عبارة عن أقراص مدمجة تضمنت تسجيلات صوتية لرئيس البرلمان ولعدد من النواب أثناء زياراتهم له إلى مكتبه الخاص أو إلى منزله داخل المنطقة الخضراء، وبالتالي لم تعترف الهيئة التحقيقية الخاصة بهذه الأدلة والوثائق، وبالتالي تم الإفراج عن رئيس البرلمان وتم إغلاق القضية قانونيا وقضائيا، وبالتالي فإن الجبوري بريء وسيعود يوم الاثنين المقبل إلى البرلمان العراقي للمطالبة باستعادة الحصانة ليعود إلى مهامه كرئيس للبرلمان العراقي. طارق، أيضا البرلمان أجل التصويت على قناعته بأجوبة العبيدي إلى جلسة لاحقة، برأيك كيف ستكون تفاعلات هذه القضية؟ البرلمان العراقي جمال منقسم بين مؤيد ومعارض للاتهامات التي وجهها وزير الدفاع لرئيس البرلمان ولعدد من النواب الآخرين. هذا الانقسام أدى إلى عدم التوافق داخل البرلمان العراقي، وبالتالي فضل أغلب النواب داخل جلسة اليوم التي عقدت بعد 7 أيام من تأجيلها منذ يوم الاثنين الماضي لاستئناف استجواب وزير الدفاع العراقي، فضل أغلب النواب اللجوء إلى التأجيل لانتظار
باعتبار قرار الهيئة التحقيقية الخاصة بخصوص هذه التهم التي وجهها وزير الدفاع لرئيس البرلمان. وقبل قليل كما ذكرت عادت الهيئة التحقيقية للتأكيد على براءة رئيس البرلمان وإعادته إلى منصبه بانتظار التصويت يوم الاثنين المقبل لاستعادته للحصانة. طارق ماهر مراسل التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد. نبقى في العراق حيث قتل 4 جنود من الجيش العراقي وأصيب 9 آخرون في هجوم نفذه عناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية في منطقة البعبيد شرقي الرمادي. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش عن عملية عسكرية واسعة لاستعادة مناطق وادي العظيم ومطيبجة بين محافظتي صلاح الدين وديالى. وأكد قائد عمليات سامراء أن العملية انطلقت من عدة محاور بمشاركة قيادة عمليات دجلة والحشد الشعبي فضلا عن طائرات الجيش والتحالف الدولي. وبالعودة إلى ملف زيارة الرئيس التركي إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أوكتاي يلماز. سيد يلماز، بداية، ما دلالات هذه الزيارة وهل ستنجح برأيك بوضع حد للأزمة بين روسيا وتركيا وتبعات قضية إسقاط الطائرة الروسية؟ نعم، تحياتي، مساء الخير. نعم، الزيارة في الحقيقة تأتي في ظل أحداث مهمة جدا ولذلك تكتسب أهمية بالغة جدا، يعني تأتي بعد الانقلاب الفاشل وفي ظل التوتر بين تركيا وبين الغرب بشكل عام، التوتر في العلاقات التركية الأمريكية والتوتر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. يعني الزيارة بالدرجة الأولى زيارة تحسين العلاقات، زيارة انطلاق، إعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات، خاصة تأتي بعد الأزمة إسقاط الطائرة الروسية. ولذلك في كل المقاييس زيارة تاريخية، زيارة مهمة جدا. بالدرجة الأولى تستهدف تحسين العلاقات وإعطاء انطلاقة جديدة في العلاقات، والعلاقات التركية الروسية اقتصادية والتجارية مبنية على المصالح المتبادلة بالدرجة الأولى، ثم تأتي طبعا العلاقات السياسية وما إلى ذلك. ستكون يعني انطلاقة جديدة في العلاقات، ولكن من الآن يعني مبكر أن ننتظر تفعيل شراكة استراتيجية مشتركة وما إلى ذلك من العلاقات يعني المتجذرة. نعم. طيب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال اليوم إن هذه الزيارة ستساعد في حل مشاكل إقليمية، برأيك هل ستساهم ربما في تقريب وجهات النظر أو إيجاد أرضية مشتركة بين روسيا وتركيا فيما يتعلق بمعالجة الملف السوري؟ يعني من الأزمة السورية تتسطر جدول الأعمال للزعيمين في الحقيقة، يعني ولا بد من إيجاد تقارب في الحقيقة للأزمة السورية. ولا شك كذلك أن روسيا الطرف الفاعل والأساسي في الأزمة السورية، وهي صاحبة القرار بحكم تدخلها العسكري الفعلي، وكذلك بحكم يعني علاقتها مع النظام، كذلك تركيا يعني بحكم الجوار مع سوريا، أطول الحدود مع سوريا، كذلك تركيا تستضيف المعارضة وتتبنى المعارضة كما تستضيف أكثر من 3 ملايين السوري. هناك محاولة الآن لإيجاد أرضية مشتركة لتقريب وجهة النظر، يعني الكل متفق على أن الحل ليس عسكريا، لا النظام ولا المعارضة رغم التقدمات الأخيرة في محيط حلب تستطيع حسم الأزمة بالسلاح أو بحل العسكري، ولكن يمكن إيجاد
تقارب وتكثيف جهود حل الدبلوماسي. يعني هذه الأزمة الروسية في الحقيقة أكبر عائق أمام العلاقات التركية الروسية، ولا بد من حل أو إيجاد آليات للحل لهذه الأزمة. أعتقد أنه يعني هذه الزيارة والمباحثات ستساهم في إيجاد نقط مشتركة أكثر. شكرا. في إيجاد حل للأزمة السورية. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي أوكتاي يلماز، شكرا جزيلا لك. إلى سوريا، حيث كثفت الطائرات الروسية قصفها على مناطق ومدن عدة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في حلب، وأدى القصف إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف جوي على حي كرم النزهة، كما قتل عدد من المدنيين في قصف مماثل استهدف حي الساخور وتل الزرازير في المنطقة، بالإضافة إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات. وشمل القصف مدن وبلدات كفرناها وعنجارة وطريق الباب والقطرجي والصالحين والميسر. من جهة أخرى، أعلنت المعارضة المسلحة أنها أحبطت هجوما لقوات النظام والميليشيات التابعة لها على تلة المحروقات بريف حلب الجنوبي، مضيفة أنها كبدته خسائر في العتاد والأرواح. في هذه الأثناء، دعت الأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في مدينة حلب، وطالبت بتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين. وحذرت الأمم المتحدة في بيان من أن قرابة 2 مليون شخص معرضون للحصار ويعيشون دون ماء ولا كهرباء، بعدما تسبب القتال في دمار في البنية التحتية الأسبوع الماضي. من جهتها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من وجود مخاطر على حياة الأطفال بشكل خاص مع انقطاع إمدادات المياه وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة. ومعنا من حلب عبر سكايب الناشط الإعلامي زين الحلبي. زين، هل ما تزال عمليات القصف متواصلة، وهل توفرت لديك أي معلومات عن أعداد الضحايا؟ نعم، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. قامت قوات النظام أو الطيران السوري والطيران الروسي الحليف الأكبر لقوات النظام بقصف أحياء حلب المدينة، أحياء الشرقية في حلب المدينة تتبع للمعارضة، وأيضا قصف قرى وبلدات الريف الغربي والجنوبي بعدد من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الغائرات الجوية بالقنابل العنقودية والقنابل الفراغية، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء، 20 أو ما يقارب 25 شهيد اليوم في مدينة حلب، وما يقارب تقريبا 70 جريح أيضا. طيب زين، لو تطلعنا عن سير العمليات في حلب، لا سيما في ريف حلب الجنوبي. نعم، منذ ليلة البارحة إلى اليوم، حاولت قوات النظام أو القوات التي جلبتها قوات النظام، وهي قوات حركة النجباء العراقية وحزب الله اللبناني، في محاولة منها التقدم على تلة المحروقات في الريف الجنوبي، وأيضا على منطقة سوق الجبس أو ما يعرف ب 1070 شقة في حي الحمدانية في حلب، في محاولة منها التقدم والسيطرة على عدة نقاط في تلك المنطقة، إلا أن الثوار في غرفة عمليات جيش الفتح وفيلق الشامي وفتح حلب كبدوهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، مما أدى إلى انسحابهم ورجوعهم إلى الخطوط الخلفية. لا تزال الاشتباكات متقطعة في مدينة حلب، ولكن كل ما نشهده الآن في مدينة حلب هو قصف همجي يستهدف الأحياء المدنية من قبل مدفعية تلة الشيخ يوسف التي تتمركز فيها قوات النظام، وراجمات صواريخ تقوم بقصف الأحياء الشرقية في مدينة حلب مهددة أي شيء في الحياة داخل المدينة. من حلب ناشط الإعلامي زين الحلبي، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. البطالة في غزة تدفع خريجي الجامعات للعمل في جني وبيع ثمار الفواكه. أهلا بكم. شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع تابعة للحوثيين، وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء هي الأولى منذ وقف إطلاق النار الذي صاحب انطلاق المشاورات السياسية في الكويت قبل أشهر.
بعد شهور من وقف غاراتها الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء، تعود طائرات التحالف العربي لقصف مواقع عدة تابعة للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. هي الأولى منذ وقف إطلاق النار في إطار تهدئة مع الحوثيين في مارس آذار الماضي، تمهيدا للمحادثات السياسية في الكويت والتي انهارت في الأسبوع الماضي، ما دفع التحالف للجوء إلى تصعيد عسكري وميداني في محافظتي صنعاء وصعدة بعد أن وصلت المشاورات إلى طريق مسدود. طائرات التحالف العربي قصفت معسكرات النهدين والحفا والكلية الحربية والمقر السابق لقيادة الفرقة الأولى، بالإضافة إلى مجمع رئاسي وقاعدة للحرس الجمهوري في منطقة أرحب القريبة من مطار صنعاء، حيث علقت الرحلات لمدة 72 ساعة منذ مساء الاثنين بحسب مسؤول في المطار. كما نفذ التحالف 5 غارات على مبنى الدفاع الجوي والأمن السياسي وغارتان على البوابة الشرقية لميناء الحديدة غربي اليمن. ويسعى التحالف من خلال ذلك إلى فرض حصار على جماعة الحوثي وصالح لمنع وصول شحنات الأسلحة لمواقعهم في صنعاء والحديدة وصعدة، أهم معاقل الحوثيين. وبالتوازي مع الضربات الجوية، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في نهم على مشارف صنعاء، إذ أكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على جبل الجبير ومناطق أخرى في المنطقة. والآن مع وقفة في أخبار الاقتصاد. هبطت أسعار النفط الخام بفعل استمرار المخاوف من تخمة المعروض في الأسواق العالمية وموجة تجني أرباح بعد ارتفاع الخام نحو 3% في الجلسة السابقة. وانخفض سعر الخام القياس العالمي مزيج برينت في العقود الآجلة بقيمة 30 سنتا بعدما أغلق الاثنين على ارتفاع قدره 1.12 دولار أو ما يعادل 2.5%. سجلت الكويت عجزا في الموازنة العامة للمرة الأولى بعد 16 عاما من الفوائض بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط. وبحسب نتائج بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للكويت عن السنة المالية 2015 و2016، قد بلغ العجز الفعلي نحو 6 مليارات دينار كويتي. وتراجعت إيرادات الدولة بنحو 45% في السنة المالية المنتهية لتصل إلى نحو 14 مليار دينار، كما وتراجعت الإيرادات النفطية إلى 12 مليار دينار بسبب تراجع الأسعار العالمية. ارتفع مستوى التضخم في جنوب السودان إلى أكثر من ضعفين في يوليو تموز ليصل إلى 661% على أساس سنوي مع استمرار تدهور الاقتصاد بسبب الحرب الأهلية في البلاد، وفقا لبيان للمكتب الوطني للإحصاءات. وأوضح البيان أن السبب وراء هذا التضخم هو ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية. ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية حيث لمس أعلى مستوى في أسبوعين وسط تداولات محدودة نتيجة تقلبات الين، وأغلق نيكي على ارتفاع 0.7%. ونزل المؤشر خلال اليوم وسط مبيعات لجني أرباح قبل أن ينتعش ليصل مسجلا أعلى مستوى له منذ 27 يوليو تموز. تتجه صناديق التحوط المعروفة برهاناتها ورسومها وأجورها الكبيرة إلى الانكماش هذا العام مع اضطرار عدد متزايد منها إلى التوقف بسبب عوائد مخيبة للآمال، حسب ما جاء في تقرير لبنك باركليز. وقال التقرير إن من المتوقع أن ينكمش القطاع للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2008، حيث من المرجح إطلاق عدد أقل من الصناديق وتوقف مزيد من المديرين. أجبر حريق غابات هائل السلطات الأمريكية على إغلاق جزء من طريق سريع في ولاية كاليفورنيا، وأسفر الحريق المستمر منذ أسابيع عن مقتل شخص واحتراق ما يزيد عن 60 ألف فدان، بالإضافة إلى تدمير 57 منزلا وعددا من المنشآت. والآن إلى جولة في أخبار الرياضة. منحت البرازيلية رافائيلا سيلفا بلادها أول ميدالية ذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو بعد فوزها على منافستها المنغولية سوميا دوركسورين في منافسات الجودو للسيدات لوزن أقل من 57 كيلوغراما، لتعوض نتيجتها المخيبة للآمال في الأولمبياد الماضية حيث استبعدت في الأدوار المبكرة بعد انتهاكها للوائح.
أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أخيرا تعاقده مع النجم الفرنسي ولاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا بصفقة تاريخية بقيمة 89 مليون جنيه استرليني، ليصبح الدولي الفرنسي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. هذا وسبق لبوغبا اللاعب في صفوف الشياطين الحمر سابقا قبل أن يرحل مجانا إلى البيانكونيري. تعاقد مانشستر سيتي مع مدافع إيفرتون جون ستونز بشكل رسمي، ووقع ستونز السيتي لمدة 6 سنوات مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أدرج اسم جون ستونز مع المان سيتي الذي سيلعب في تصفيات دوري أبطال أوروبا قبل أن يعلن النادي التعاقد معه رسميا، وهذه الفضيحة أدت إلى مسارعة السيتي لإعلان عن ضم اللاعب. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب النرويج وتحديدا ملعب ليركندال الذي سيحتضن القمة الإسبانية على كأس السوبر الأوروبي بين سيد أوروبا ريال مدريد وزعيم دوري القارة العجوز نادي إشبيليا، الذي يأمل في استغلال غياب البرتغاليين رونالدو وبيبي والويلزي غارث بيل بالإضافة إلى الألماني توني كروس. كما سيشهد اللقاء أول ظهور رسمي للأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيليا الجديد. دفع ارتفاع معدل البطالة وعدم وجود فرص عمل الكثير من خريجي الجامعات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى البحث عن عمل في المزارع خلال الصيف وجني ثمار الفواكه الموسمية. في مزرعة الفواكه هذه الواقعة غرب مدينة غزة يقضي رمزي ساعات بجني ثمار التين والعنب وبيعها في الأسواق كمصدر للرزق. فمعدل البطالة الذي يعتبر الأعلى في العالم يدفع آلاف الخريجين الجامعيين للبحث عن بدائل لتوفير مصدر للدخل. حكينا لناس كتير المعنيين في هذا الأمر أنه نتوظف نشتغل، خاصة أنا وأغلب الشباب اللي بيشتغلوا هان معايا مش واحد ولا اثنين، بدي أحكي لك معظمهم كلهم متخرجين. وفي ظل تصحر الأراضي الزراعية نتيجة تجريفها من قوات الاحتلال بالإضافة للزحف العمراني، يعتبر قطاع الزراعة من أهم مصادر الدخل، حيث يشغل أصحاب المزارع العاطلين عن العمل لكسب الرزق. غير موسم التين مثلا أو موسم العنب، يعني عنده مثلا الشاب هذا اليوم هيو مثلا بقطف تين وبيعبي تين، هلقيت كمان ساعتين ثلاثة بروح يبيع تين فقه في السوق. منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأنروا حذرت أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في قطاع غزة قاسية للغاية، الأمر الذي يزيد أعدادا كبيرة من السكان بما فيهم الخريجين للاعتماد على برامجها التوظيفية والإغاثية، حيث يعتمد حوالي 80% من السكان في غزة على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، زوروا موقعنا على الانترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وإلى اللقاء.